ديالهم. غادي نحتاجو 4 ديال الحبات ديال البيض، كذلك غنحتاجو بالنسبه للتوابل عندنا الكركم يعني الخرقوم، الملح حسب الذوق، عندنا فلفل اسود، سكنجبير اي زنجبيل، ومعلقه صغيره ديال القرفه تكون مع مراش، معويد صغير ديال القرفه. غنضيفوا عليهم جوج معالق ديال العسل، معلقه صغيره ديال السمن الا كان متواجد، الا ما كانش ممكن انكم ديروا معلقه ديال الزبده. انا كنصحكم بالسمن فهو كيجي رائع في هاد البسطيلات. عندي هنايا عاوتاني نحتاج واحد الكميه ديال الزعفران شعره، الا ما متوفرش ممكن نعوضوه بضمه ديال الزعفران. اما بالنسبه للوز فحنا عندنا هنايا واحد 300 غرام ديال اللوز اللي مسلوق ومقشر وصفيته مزيان، من بعد عاد قليته في الزيت. غادي نضيفوا عليه واحد المعلقه ديال المزهر، نضيفوا عليه معلقه صغيره ديال القرفه وجوج معالق ديال السكر، والسكر كيبقى اختياري. طنجره انا وضعت البصله والزيت تقريبا 3 المعالق، غادي نحطو قطع ديال الدجاج بهذا الشكل هذا، غادي نخليهم يتقلاو. انا سبق وصوبت داك الزعفران شعره، انا درته مع نص كاس ديال الماء دافي، غادي نمرق به. غادي نضيف التوابل، عندنا جوج عويدات ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال القرفه مع مرش، غنخليه يتقلى هكا ومن بعد غادي نرجع. من بدا كيتقلى غادي نضيفو ليه جوج معالق ديال السمن، وداك العسل حنا غنخليوه حتى الاخر تنحيدو منو الدجاج، عاد غنضيفوه المريقه ديالنا. بالنسبه للوز حنا غادي نطحنوه، غنحتاجو هاد الكميه ديال 300 غرام. غادي نضيفو ليه جوج معالق ديال السكر، غادي نضيفو معلقه صغيره مع مرش ديال القرفه، وغادي نضيفو جوج معالق ديال مزهر. فانا غادي نطحنه وغادي نوريكم كيفاش غادي يولي، هو ما كيجيش معلك ولكن كيبقى مهرمش باش كنحسو به في البسطيلات. بالنسبه للشكل ديالها ملي كنطحنو انا غنوريكم كيفاش كتولي. هي كتولي بحال هكا مرمله باش كنحسو بها. شو انا عاد نرجعها للزلافه ديالها، من بعد من طابلينا الدجاج انا غنحاول نزولو من هنا دوك الطرفات ديال الدجاج. غادي نضيفو جوج معالق ديال صبر معدنوس، وغادي نقصي عليه البوطه مزيان، غادي نخليوها مهيله حتى تنشف لينا من المرقه، ومن بعد غادي نضيفو دوك 4 البيضات. غادي نضيفو دابا البيض وغنحاولو اننا نضيفو بوحده بوحده. كنبقاو على نار مهيله، نضيفو ثانيه، من بعد ثالثه،
واخيرا وغنبقاو نحركو حتى تنشف لينا مزيان. بالنسبه للدرميره راه ما صورتش من الوقت اللي زدت البيض، قبل منه زدت العسل. وهنا عندنا اللوز وهذا الدجاج اللي سبق وفرتناه. المهم هذه هي الورقه ديالنا، انا قسمتها على جوج. ناخذ الجهه اللي لتحت غادي ندهنها بالزبده، غادي نجيب واحد الزلافه اللي بحال هكا والحجم اللي بغيتو نتوما على الجهه اللي غادي نقلبها بحال هذا الشكل هكا. غنحاول انني نخلي الجناب ديالها خارجين. غادي نجيب النص الاخر ذلك غادي ندهنوه. غنحاول انني نعمر الوسط، غادي نقلبوها كذلك. غنحاول انني نعمر الوسط بحال هذا الشكل هذا صافي. غادي نبداو بالحشوه. اول حاجه كما كنعرفو حنا كنحطو اللوز، كنحاولو نضغطو عليه مزيان. غادي نوضع الطبقه الثانيه اللي هي البيض، نحاولوا نضغطوا عليها شويه. من بعد غنضيفوا قطع ديال الدجاج، بحال هذا الشكل. بعد غادي نحاولوا اننا نجيبوا الطرف اللي صغار هما الاولين، غادي ندهنوا. نحاولوا اننا نخشيوهم لداخل باش كنستروها بحال هذا الشكل هذا. نحاولوا اننا نخشيوها لتحت، كندهنوها بهذا الشكل هذا صافي. من بعد غادي نقلبها كما كتشوفوا، غادي نحطها في البلاطه. المهم غندوز قدامكم وحده اخرى. ندهنوها حتى هي. كناخدو هاد الجهة هادي، كنحاولو أننا نخرجو شوية. نجيبو تانية بحال هاد الشكل هذا، حتى هي غادي ندهنوها. ندهنوها كاملة. غادي نكملو الجهة الأخرى اللي بقات لينا خاوية من هنا بحال هاد الشكل هذا. نحاول أنني نهبط هاد القاع. نبداو الحشوة الأولى اللي هي اللوز، من بعد غنضيفو البيض. نحاولو نضغطو عليه، من بعد الدجاج.